بوجودك على الأرض مع الأسر أو مع الناس اللي جايين يقضوا أجازتهم في العالمين، إيه ردود الأفعال؟ يعني قلنا الكلام اللي ما بين السطور اللي هم ممكن يكونوا بيقولهولك بعيد حتى عن الحوارات الصحفية اللي هي الحاجات الكويسة، وبرضه لو في حاجات سلبية هم مش حابين إن هم يحسنوها أو يتلافوها المسؤولين عن المدينة في السنين اللي جاية. الحقيقة أنا أول حاجة ممتنة جدا لشغلي إن هو اداني فرصة إن أنا أحضر مهرجان كبير زي مهرجان العالمين، مهرجان مهم جدا. كمان ممتنة لشغلي إن هو خلاني موجودة في مدينة زي مدينة العالمين الجديدة، مدينة مبهرة الحقيقة بفضل جهود الدولة اللي قدرت تحولها من مدينة ألغام لمدينة أنغام، أو زي ما قالت الست ماجدة الرومي لمدينة الأحلام. الحقيقة هي فعلا مدينة الأحلام. المجهود المبذول في مدينة العالمين الجديدة أي حد هيستغربه بشكل كبير جدا، ازاي بالسرعه دي قدرنا ان احنا نحول المدينه دي للجمال والسحر اللي احنا شايفينه ده. ما اعتقدش في احلى من ان احنا نصحى على البحر والمنظر ده، وخصوصا البحر هنا مختلف جدا. حابه اكلمك على ردود الفعل اللي بتوصلنا على الارض. الحقيقه انا سعيده ومنبهره بحاله النشاط والرواج السياحي اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده. احنا لحد الساعه 6 الصبح بنبقى موجودين في الشارع، الشارع مليانه اسر، مليانه اطفال، مليانه شباب. سياحة مرعبة في مدينة العالمين الجديدة، سياحة من كل مكان، عرب وأجانب، عددهم كبير جدا. الناس كلها مبهورة باللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة. الكل طول ما احنا ماشيين في الشارع بيسألونا عن اللي بيحصل في مدينة العالمين، الفعاليات، الناس مبهورة بالحفلات اللي بتحصل، بالأنشطة الرياضية. الكل بيسألنا والكل بيبقى حابب يشارك. يعني أنا لحد النهاردة الصبح الناس، بعض من العاملين في مدينة العالمين الجديدة، بيقولوا احنا نفسنا نحضر الحفلات من اللي احنا بنسمعه واللي بنشوفه وردود الافعال والمجهود اللي انتوا باذلينه في المدينه. والحقيقه كلهم بيسعوا وبنعرفهم ازاي يحضروا الحفلات. الحفلات بتبقى بتشهد حضور مرعب، ولسه يمكن امبارح حفل استثنائي، حفل الهضبه عمرو دياب، هو واحد من افضل الحفلات، واقبال غير مسبوق على مهرجان العالمين. الحفلات حضورها مرعب، ولكن كان حضور حفله عمرو دياب تحديدا حضور استثنائي. الاقبال امبارح كان رائع، هو كان بيغني حماس غير معهود. عمرو في حفلاته حماسه كبير جدا، اكيد حضرت وبتشوف اللي بيحصل في حفلات عمرو، بس امبارح عمرو كان بيغني بروح، بيستحضر روح الشباب. وزي ما بدا حفله بفيلم قصير كده، قال لك انا مهما كبرت صغير. عمرو امبارح كان فعلا صغير. كانت حفله رائعه، الناس بجد مبسوطه باللي بيحصل في المدينه، مبسوطه بكم الانشطه. الناس كلها بتيجي علشان تتفسح، علشان تزور المعالم السياحيه الموجوده في مدينه العالمين الجديده، كمان علشان يشاركوا في أنشطة المهرجان. أنشطة المهرجان بجد متنوعة السنة دي بشكل رائع، متكامل على مستوى كل الخدمات. اللي عايز يحضر حفلات هيلاقي، اللي عايز يحضر مسرح هيلاقي، اللي عايز يحضر أنشطة رياضية وسباقات وماتشات وفعاليات خاصة بالأطفال، أي أسرة هتيجي هتلاقي كل حاجة نفسها فيها من الكبير لحد الصغير.